مشاهدي اريبيا وذر مساء الخير يتواجد اليوم معنا المتنبئ الجوي القدير الاستاذ جمال الموسى طبعا نتحدث اليوم ربما في امور علميه اكثر عما سيحدث خلال الايام القليله القادمه نتحدث هناك ربما كان بعض اللبس لدى المواطنين استاذ جمال كان انه اعتقدوا ان اليوم كان هناك العاصفه هدى او بدايه دخول هذه العاصفه هدى ولكن اليوم كان عندنا بعض الامطار سرعان ما راح تتغير الاجواء سنتحدث عن جزيئيات ستفود او ستدخل بها المملكه خلال الايام القليله القادمه بشرح علمي مبسط اكيد مع الاستاذ جمال موسى المتنبئ الجوي القدير مساء الخير استاذ جمال مساء الخير اخي محمد مساء الخير لجميع المشاهدين نبدا من اليوم وماذا حصل اليوم حصل اليوم انه تاثرت المملكه برياح غربيه بارده نسبيا ورطبه ادت الى تكاثر الغيوم وكان الجو بارد نسبي وغائم جزئي وسقطت الامطار على فترات. اما قضيه العاصفه هدى والمنخفض الجوي الذي ستتاثر به المملكه اعتبارا من يوم غد، لكن يوم غد هو اول شيء نتيجه لتدفق هواء بارد من وسط اوروبا الى شرق البحر الابيض المتوسط، تكون مساء هذا اليوم منخفض جوي حول اليونان. ونتيجه لاستمرار تدفق هذا الهواء البارد من وسط اوروبا وشمال غرب اوروبا باتجاه منطقه شرق حوض البحر المتوسط سيتعمق هذا المنخفض وسيتحرك ايضا باتجاه الشرق. والقيم هذا المنخفض الجوي ستكون عميقه عندما ستتاثر به المملكه. المنخفض الجوي موقعه سيكون غدا تقريبا الى الغرب قليلا من جزيره قبرص وغدا سنتأثر بالكتله بالجبهه الهوائيه الدافئه اللي موجوده في مقدمه هذا المنخفض الجوي لذلك غدا سترتفع قيم سترتفع درجات الحراره ويطرا ارتفاع قليل على درجات الحراره، الجو بشكل عام غدا سيكون ما بين مشمس الى ما بين قائم جزئي الى مشمس، لكن ومع تقدم هذا المنخفض الجوي وحركته الى الشرق والشمال الشرقي سيتمركز يوم الثلاثاء شمال جزيره قبرص. وبالتالي ستتاثر المملكه اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء ومساء يوم الثلاثاء وليله الثلاثاء على الاربعاء بالجبهه الهوائيه البارده المصاحبه لهذا المنخفض الجوي ماذا ينتج عن هذه الجبهه الهوائيه البارده سينتج عنها اشتداد في سرعة الرياح انخفاض ملموس وكبير على درجات الحرارة تكاثر الغيوم وسقوط الأمطار لكن قبل سقوط الأمطار ونتيجة الرياح الشديدة اللي قد تبلغ سرعتها كأقصى سرعة لها حوالي 100 كيلومتر في الساعة ستكون في أو ستتأثر المملكة أو جنوب المملكة والمناطق الصحراوية بالذات في الجنوب والشرق بعواصف رمليه شديده تؤدي الى تدني مدى الرؤيه الافقيه بشكل واضح وملموس، طبعا هذا قبل الهطول، ومع تقدم هذه الجبهه ليله الثلاثاء على الاربعاء سيبدا تساقط الامطار باذن الله في المناطق الشماليه يمتد تدريجيا الى بقيه المناطق، كذلك ستسقط الثلوج ليله الثلاثاء على الاربعاء فوق المرتفعات الشماليه تمتد تدريجيا الى بقيه المرتفعات، وبتوقع صباح يوم الاربعاء بتكون في كثير من المناطق تأثرت بتساقط الثلوج الذروة للحالة الجوية ستكون من ظهر اعتبارا من ظهر الأربعاء وحتى صباح الخميس سيكون الجزء الأكثر برودة والاشد هطول والاكثر تساقط للامطار وتساقط أث... والاكثر لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبليه اللي يزيد ارتفاعها عن 700 متر على الاقل عن مستوى سطح البحر، ولذلك يوم الاربعاء سيكون الجو عاصف بارد ماطر وغائم وتتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن سطح البحر. جزيل الشكر انا مستمتع جدا وانا يعني ارى هذه النشره الجويه دائما ربما يعني بنحب احنا كاردنيين نسمع النشرات الجويه من من امثال الاستاذ جمال الموسى وربما لدي فقط مداخله بسيطه انه تعتبر الاجواء مثاليه نوعا ما ليله الاربعاء الخميس تساقط الثلوج ان شاء الله على اغلب المناطق والمرتفعات الجبليه هل من نصائح نقدر نوجهها ل ربما العديد من المواطنين حول ربما انا تحدثت شخصيا خلال قبل ايام ويوم امس عن البروده القويه التي تتبع هذا المنخفض الجوي وقد تتبع الثلوج، هل من نصائح بخبرتك استاذ جمال توجهها للمواطنين عموما جراء هذه العاصفه والعاصفه هدى؟ نبدا تدريجيا، اذا غدا الاثنين ارتفاع قليل عدد درجات الحراره. الثلاثاء شدة سرعة الرياح بشكل واضح وملموس تؤدي إلى عواصف ترابية ورملية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، إذا أول شيء نحذر من شدة الرياح القوية والعاصفة أحيانا واللي قد تصل سرعتها إلى حوالي 100 كم في الساعة. اثنين ومع دخول الجبهة الهوائية الباردة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، شدة هطول الأمطار وغزارتها وتساقط الثلوج وتراكمها على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن سطح البحر وأيضا أثناء الهطول وشدة الهطول وتساقط الهطول بكل أنواع سواء كان أمطار على المناطق المختلفة في معظم مناطق المملكة والهطول اللي بيكون راح يكون على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية سيؤدي ذلك إلى تدني مدى الرؤية وخاصة الغيوم الملامسة لسطح الأرض والغيوم المنخفضه جدا او الضباب ونتكلم ايضا عن ربما درجات حرارة جدا منخفضه اثناء وقت الهطول وبالتالي الانجماد حتى مع تساقط الثلوج بالضبط هذه هي النقطه اللي بدنا نحكي عنها اخر شيء انه انخفاض واضح وكبير وملموس على درجات الحراره خاصه ليله الاربعاء على الخميس ويوم الخميس والجمعه ليش لانه يوم الجمعه قلنا انه تمر الجبهه الهوائيه اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس لكن يوم الخميس والجمعة ستكون المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة اللي من أصل قطبي، صحيح. لذلك ستكون درجات الحرارة متدنية جدا, متدنية جداً وقريبة من الصفر المئوي، إذا هناك في تجمد صحيح. وفي انجمادات صحيح. واضحة. وأتمنى من جميع الإخوة المواطنين أنهم يأخذوا الحيطة والحذر ديروا بالهم على اللي مش حاطط أنتفريز بالسيارة يحط أنتفريز اللي مش مغطي الأنابيب المياه المواسير, المواسير عند المحابس صحيح. الأكواع صحيح يغطيها لأنه هون أكثر شيء بيكون الانجماد ويحصل الانكسار صحيح فيها صحيح في وأيضا الانزلاقات على الطرق نتيجة التجمد يعني دائما الواحد يخفف من الحركة سواء ماشي أو بالسيارة اي نوع من انواع السيارات حتى لو فور ويلز درايف قدر الامكان يخفف من أنا انه رايحه تكون بارد جدا وفي صقيع وفي انزلاقات وفي تجمد okay. استاذ جمال الموسى جزيل الشكر لك على هذا الشرح الوافي حاب اذكر انه احنا راح نكون في يعني عده تغطيات حول هذه الحاله الجويه مع الاستاذ جمال الموسى ومع غير ما غيره من الكادر التنبؤات الجويه التي نفخر انا شخصيا كمحمد بالعمل معهم ايضا سنكون معكم في تواصل مباشر عبر قنواتنا المختلفه في اخر تحديثاتنا الجويه حول متابعه العاصفه هدى ربما نكون في حلقه مقبله اخرى حول نقاش على لماذا هذا تسمى او يسمى بعض المخاطر الجويه بالعاصفه وربما في دول اوروبا وامريكا الشماليه تسمى وينتر ستورمز فرح نتحدث اكثر ما هو مصطلح وينتر ستورمز في الحركات القادمه في, الحلق في الحلقات القادمه تقبلوا مني تحياتي جميعا الطقس العرب لكم جميعا كان معكم محمد الشاكر والاستاذ جمال موسى الى اللقاء <applause>